معنا من العاصمة الأردنية عمان سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك و أهلا فيك. الله يسعد أوقاتك. يعني لعلكم تتابعوا أيضا عن كثب ما يدور في العالم، ورأينا بالأمس حالة الهلع والخوف والذعر التي انتظمت الأسواق وأدت إلى هذه التراجعات الصريحة البارحة واللافتة والعميقة. اليوم الأسواق تحاول أن تلتقط أنفاسها، هل ثمت مبررات موضوعية لاستمرار الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن الأسواق ربما تعود إلى مساراتها المتعافية؟ صحيح، نشهد حالة من بعض التعافي في الأسواق المالية حول العالم، لكن لو قسنا مقدار الارتفاع الذي حصل هذا اليوم وقارناه بما حصل يوم أمس بالاثنين الأسود كما دعاه المتداولون والعديد من المتابعون للأسواق المالية، نلاحظ بأن الارتفاعات ما زالت محدودة، والارتفاعات التي حصلت هي سببها آمال في تدخلات حكومية. فكما شاهدنا يوم أمس تصريحات من الرئيس الأمريكي حول خطط تحفيزية أشار إلى أنها قد تكون كبيرة لتحفيز الاقتصاد، وأيضا جاءت بعض التصاريح من عدة دول وحكومات حول العالم تشير فيها إلى أنها سوف تتخذ إجراءات ربما ستكون كبيرة من أجل احتواء الفيروس وكذلك تحفيز الاقتصاد. ولا يجب أن ننسى أيضا بأن هنالك توقعات في الأسواق المالية بأن البنوك المركزية حول العالم ومنها الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الذي ننتظره هذا الأسبوع بأنها سوف تتوجه لخطط تحفيزية اقتصادية من خلال استخدام السياسات النقدية والمالية، حتى لو كان ذلك من خلال استخدام خفض أسعار الفائدة. لكن لا أستطيع تأكيد بأن حالة القلق والخوف قد انتهت في الأسواق. ما نراه اليوم ربما سيكون هو بعض الارتياح لدى المتداولين على آمال أن تقوم الحكومات بتحفيز اقتصادي، لكن بالنظر إلى التوقعات المستقبلية للشركات والتي كان آخرها من سيت جروب التي أشارت إلى احتمال انخفاض أرباح الشركات بمقدار 10% هذه السنة، فنلاحظ هنا مقدار الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي مع تفشي فيروس كورونا إلى جانب إجراءات الحكومة التي تتخذها الدول العظمى من أجل الحد بانتشار فيروس كورونا، مما يؤثر سلبا على توقعات الاقتصاد العالمي ككل. نعم سركيس، يعني هناك مقولة صب الزيت على النار، بالأمس تحققت فعليا في النفط، والعالم كانت تحت تأثير كورونا، فجاءت موضوع النفط ليكمل هذه الدائرة الشريرة وبالتالي تدخل العالم في هذا المأزق. دعنا نتحدث عن النفط، يعني حتى الآن ارتفاع نسبي ومحاولة لاستعادة الخسائر في النفط، لكن ليس لديها ما يبررها على أرض الواقع. الوضع كما هو عليه، يعني الثلاثة الكبار المنتجين للنفط في العالم أصبحوا أحرار من القيود التي تقيدهم تجاه سلوك أي مسلك فيما يتعلق بالإنتاج، عدا السعودية ترتبط مع أوبك لكنها الأعلى إنتاجا والأكثر تأثيرا. كيف تقرؤون هذا المشهد النفطي؟ صحيح ما تفضلت فيه، أسعار النفط محاولاتها للارتفاع كاملة تعتبر طفيفة جدا، ولا يوجد ما يحفز الارتفاع حقيقة، فالتوقعات المستقبلية لهذه السنة تشير إلى احتمالية انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط. فكما نرى إجراءات الحكومات إن كانت بإجراءات عزل أو منع للسفر أو منع حتى استقبال بعض الدول كما نراه من حولنا أيضا في المنطقة، هذا كله يؤثر سلبا على طلب النفط. أما الارتفاع الذي حصل هذا اليوم فهنالك بعض الجهات التي قامت بطلب النفط بعد التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي حصلت مع بداية هذا الأسبوع. إلى جانب ذلك لاحظنا وجود بعض المضاربة في أسعار النفط في محاولات لاستغلال الأسعار المنخفضة لدخول مراكز شرائية حتى لو كانت على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد قليلا لا يبدو بأن هنالك حتى هذه اللحظة على الأقل ما يدعم استمرارية بارتفاع أسعار النفط. ونظرتي الشخصية التي أراها كحركة أسعار النفط، كل ارتفاع حالي ربما سوف يبقى محدود في ظل توقعات المزيد من التباطؤ في الطلب العالمي. فكما نرى انتشار فيروس كورونا يدخل في عدة دول غير الصين، ورغم أننا نلاحظ بعض الانخفاض في تسارع حالات الجديدة بالصين، إلا أننا هنالك نرى تسارع حقيقي في إيطاليا وإيران وغيرها من الدول في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلها قد تسبب المزيد من القيود على قطاع النقل وقطاع الطيران وكذلك العادات الاستهلاكية، مما يبقي على طلب النفط المحتمل منخفض جدا في وقت ربما سوف تقوم فيه العديد من الدول لرفع الإنتاج، وهذا للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة بعد طبعا انهيار اتفاقات أوبك بلس. نعم
الذهب دائما ينادي وقت الأزمات، يقول أنا ها أنا ذا ألمع وقت الأزمات التي تزيدني بريق. يعني إلى أي مدى تحركات الذهب في المرحلة المقبلة ترتبط بهذا الواقع؟ رأينا اليوم تراجعات طفيفة على مستوى الذهب، لكن لا زال متماسك فوق مستويات 1660 دولار للأونصة، الأعلى في 7 سنوات. نعم، بالنظر إلى الطلب الذي حصل على الذهب خلال الأسبوع الماضي، لاحظت ارتفاع كبير في طلب الصناديق المتداولة على الذهب، حيث شهدت طلب إضافي مقداره 1.2 مليون أونصة خلال الأسبوع الماضي، وهذا يدل إلى أن الطلب على الذهب كملاذ آمن أو كتنويع استثمارات ما زال موجود بقوة. لكن مع بداية هذا الأسبوع ومع وصول مستويات 1700 دولار للأونصة، كنظرة فنية حصل هنالك عمليات جني أرباح، لكن هنالك أيضا بعض الجهات التي قامت بعمليات بيع للذهب من أجل توفير سيولة لدخول استثمارات أخرى ربما، أو من أجل الاحتفاظ بالكاش حتى هذه اللحظة. لكن بشكل عام وعلى المدى الأبعد، بتحفيز من سياسات البنوك المركزية وكذلك توقعات الضعف الكبير في الاقتصاد العالمي، فأسعار الذهب ما زال من المرجح أن تعود للارتفاع مع عدم استبعاد لتذبذب كبير وربما بعض الضغط الهابط خلال جلسة هذا اليوم وربما في بعض الأحيان خلال هذا الأسبوع، قبل أن نعاود لدخول اتجاهات صاعدة كما أشرت بتحفيز من توجهات البنوك المركزية والضعف الكبير المحتمل في الاقتصاد العالمي. سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.